السلام عليكم، صباح الفل والورد والياسمين وصباح الخضرة الجميلة على عيونكم الجميلة. النهاردة هنعمل مع بعض بقى هنملى التلاجة بتاعتنا زي ما قلت لكم بالخضرة بقى والتفريزات بتاعتنا، وهنبتدي يلا نقول بسم الله. وأول حاجة بقى أنا معايا بقى هنا الخضرة كلها أو التسويقة بتاعتك كلها، خيار بقى وطماطم وجزر واللي انت حباه وكوسة وبتنجان وكده. يعني اول حاجة انا طبعا معقمة المطبخ والحوض زي ما انتم شايفين. طبعا هغسل بقى الطماطم بتاعتي، انا بسيب الوردية الخضراء اللي فيها دي طالما هحطها هغسلها واحطها في التلاجة علشان مش تبوظ معايا. تمام، بسيبها كده زي ما هي، ولما بطلعها بشطفها تاني من التلاجة واشيل الوردة اللي هي الخضراء فيها احطها بقى بعد ما غسلتها كده. هملى الطبق ميه واسيبه ينقع 10 دقايق. انا لا بحط خل ولا بحط اي حاجه عليه، هي كده كده الطماطم كويسه وحلوه، بسيبها بس لو في اي تراب تاني او اي حاجه تنضف معايا. تمام، هغسل برضو الخيار معايا وهغسل كل الخضره اللي معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهحطهم في ميه برضو لما ينقعوا لو في اي تراب او اي حاجه تاني تطلع من الخضرة بعد الغسيل برضو. تمام، هغسل برضو البتنجان والفلفل وهنفرز مع بعض طبعا، وهنملى التلاجة بتاعتنا الجميلة اللي احنا غسلناها في الروتين اللي فات. ولو انتوا ما شفتوش الفيديو احط لكم الفيديو في صندوق الوصف رابط الفيديو. تمام، والبرتقال برضو ده هغسله كويس وهحطه في مية ينقع، والكوسة وكل حاجة. يلا كده خلاص خلصنا كده، اسيبهم 10 دقايق ونرجع نصفيهم مع بعض. وهنا بعد ما عدى 10 دقايق وشلت الطماطم والخضرة بتاعتي من المية، انا هنا معايا الصفاية دي بتتحرك كده، يعني بتصفي اي مية او اي مية زيادة يعني او اي حاجة زيادة علشان تبقى معانا ناشفة. تمام، هعمل كل الطماطم معايا بالشكل ده. انا كنت جايباها دي ب45 جنيه من زمان، بس انا كنت جايباها من فترة. يعني معايا الطماطم بقى بحط في علبة، بحط كل خضرواتي في علب وبحط في العلبة من تحت كده منديل او منديلين، وبمسح برضو بمنديل او فوطة عندك لو فوطة نظيفة خصصيها برضو للخضرة. تمام، بعد ما خلصت كل الكمية وصفتها نحط بقى منديل فوق الطماطم كده وهركنها بقى على جنب، وهعمل برضو الكوسة والخيار برضو. تمام، بعد برضو ما صفيتها كويس جدا بشيل المية الزيادة وبحطها تاني، وبحط بقى ايه هخزنها بقى في اكياس. بس برضو اي خضرة هتحطيها او فيها مية وهتحطيها في التلاجة ياريت ان انت تنشفيها الاول قبل ما تحطيها في وتفرزيها او تحطيها في التلاجة علشان مش تبوظ معاكي لا قدر الله. تمام، اي خضرة مع خضار سواء بتنجان سواء كوسة لو سبتيها بميتها وحطيتيها في التلاجة هتبوظ وتدبل معاكي، وانت طبعا ممكن تسيبيها فترة طويلة فخسارة ان الحاجة تبوظ معاكي. تمام، الخيار انا جبت برضو علبة وحطيت منديلين كده وحطيت بقى الخيار بتاعي كده وانا بتسلى في الخيار وباكل خيار يعني، وهحطيها برضو في علبة محكمة كده وحط برضو من فوق منديل واركنها بقى على جنب. والبتنجان برضو عملت نفس الحكاية في البتنجان. معايا بقى البرتقال بتاعي انا برضو غسلته كويس جدا وسبته ينقع، هحط برضو كده وهصفيه. بعد ما صفيته انا معايا دي اللي احنا بنبشر بيها البصل واي حاجة البرتقال او اي حاجة يعني، بجيبها وبغسلها بشطفها كده وبمسحها برضو من المية. وهجيب البرتقال بتاعي علشان اخزنه برضو، واخزن القشر بتاعي بتاع البرتقال. انا باخد القشرة الخضراء القشرة اللي بره الاورنج دي، ما باخدش القشرة اللي بيضة على ما تمررش مني لو انا بخزنها للكيكات في الصيف او كده، لان طبعا مش بيبقى فيه برتقال في الصيف. فانا بحب الطريقة دي بعملها على طول، كل سنة بجيب كمية. مثلا ده برتقال بلدي باخد القشر اللي عليه لو انا مش عندي برتقال، وبحط معلقة كده في كيكة البرتقال لو انا بعمل كيكة برتقال، بتبقى جميلة جدا وريحتها حلوة كأنك عاملة كيكة بالبرتقال بالظبط. بجيب شوية كده وبحط الكيس في قلب علبة،
حطي دايما، ما تحطيش اي حاجة كده في العلبة مباشرة، لا لازم تحطي كيس او منديل او اي حاجة، طبعا طالما هتفرزيه فحطي كيس في قلبه، وحطي بقى العلبة واقفليها كده وخلاص بقى كده. بطلع بقى منها وباخد معلقة منها على قد ما باخد، وبتقعد معايا من السنة لسنة، بتبقى جميلة جدا. ومعايا هنا البرتقال بتاعي، هعصره برضو في العصارة الجميلة بتاعت الكيوت دي. انا بحب العصارة دي جدا، وبحب اعصر بايدي كده. هعصرها، ده برتقال بلدي بيبقى فيه مية ما شاء الله، وجميل جدا. هعصره وهنزله برضو في علبة كده محكمة الغرق، كأنه يعني برتقال فريش ومركز. بحطه في علبة كله وبعينه في الفريزر، ده برضو من تفريزات رمضان. تمام بالشكل ده، خلاص كده بغطيه وخلاص. هغسل بس الفرشة بتاعتي المفرش ده وبرجع احطه تاني. خلاص كده انا هحط عليه عصرة نص ليمونة، بس انا نسيت يعني هحط عليها دلوقتي هوريكم. تمام بسيبه واركنه بقى على جنب علشان هنفرزه برضو مع بعض دلوقتي. معايا هنا الفلفل بتاعي برضو هعمله بنفس الطريقة. بعد ما نشفته معايا الكاونتر بتاعي، القطاعة واي حاجة عايزة تقطعي على الرخامة ومنضفاها براحتك عادي جدا. معايا بقى الفلفل الاصفر هقطعه، وبشيل البذر وبشيل العروق البيضة اللي بتبقى فيه جواه دي، علشان بتبقى بتمرر الفلفل، او اي حاجة مش عجباني بشيلها. تمام بس كده بفضل اقطع كده الفلفل بتاعي. الفلفل ده برضو هفرزه وهوريكو انا بفرزه ازاي. بفرزه بطريقة سهلة وجميلة، وان شاء الله تعجبكم والله. يعني انا بعملها كل سنة وبتبقى جميلة جدا. بقطعه كده قطع صغيرة. خلاص خلصت كده الفلفل الاصفر، وهعمل برضو الفلفل الاحمر بنفس الطريقة، هقطعه بنفس الطريقة. انا بحاول ان انا اختصر علشان الفيديو ما يبقاش طويل قوي، واسفه لو الفيديوهات بتاعتي روتينات بتبقى طويله، بس هي لازم تبقى طويله علشان انا بشرح لكم اكبر كميه او اي حاجه او افكار، وبنعمل مع بعض بنشجع بعض ونحفز بعض ان احنا نقوم. ولو مش عندنا وقت ممكن نفرز الحاجه ونحطها، لو انت بتشتغلي او بتعملي اوردرات ومش عندك وقت الحاجات زي دي، الفلفل والطماطم، ولو بتفرزي اي حاجه الفاكهه وخضره، بتفرزي برتقان عصاير لحوم كده، بتبقى معاكي جميله وبتنجز في الوقت كويس جدا، وبتبقى حلوه معاكي وبتريحك. تمام وبتطلعي مثلا على قد الطبخة وبتحطي الباقي على طول في الفريزر، فهتنفعك الحاجات من دي والتفريزات من دي بتنفعك كويس جدا. خلاص كده انا قطعت الفلفل الرومي الاخضر، وهقطع برضو الفلفل الحراق. انا هنا زي ما قلتلكم انا رجعت تاني حطيت عصرة نص ليمونة كده، وبرجع احطها تاني علشان برضو تحتفظ ليها باللون والقوام بتاعها. وبعد ما خلصنا بقى الخضرة بتاعتي، انا هنا معايا طاسة على النار، يعني بصي نقطة زيت اقل من نص معلقة صغيرة. انا بدي للفلفل بتاعي او الخضرة بتاعتي تشويحة بسيطة. ليه؟ انا طبعا مش عايزة اتبلها ولا عايزاها تغير لونها، انا بديها صدمة بس بسيطة علشان تفضل معايا زاهية وجميلة وخضرة، ولو فيها اي نسبة مية المية دي تنشف مني. تمام وتبقى جميلة في الفريزر وتقعد معايا فترة طويلة ومش تبوظ مني لا قدر الله. الخطوة دي مهمة جدا وانا بفرزها دايما على طول، وبتبقى معايا جميلة ومش بيجرى لها اي حاجة. تمام خطوة مهمة جدا، ما تفرزيش الخضرة معاكي وهي بتقطعيها وتفرزيها، لا اعملي بالطريقة دي بنفس الطريقة، وهتبقى كأنك لما بتطلعيها من الفريزر كأنك جايباها لسه شارياها من بره وبتستعمليها.
تمام، بتنشفيها، بتنشفي اي ميه فيها، وبتحطيها بقى بتفرديها على طبق كبير وعليه مناديل كده، حاطه مناديل، وبحط الفلفل، ولما يبرد المناديل دي بتمتص اي رطوبه او اي حاجه فيها. تمام، بعد ما خلصت كده كل الفلفل اللي معايا وبرد، طبعا انا مش هعبيه غير لما بيبرد. بعد ما برد معايا، انا معايا هنا طبقين بلاستيك، طبقين فل اسفة، وحاطه كيسين بلاستيك. ما تحطيش اي خضره او اي تفريزات عندك مباشره في الاطباق الفل علشان مش صحيه. فانا حطيت كيس ثلاجه عادي، قسمته وفردته كده وحطيته. بحط بقى، بوزع بقى، احط الفلفل في الطبق، فلفل الاحمر والفلفل الاخضر والاصفر. ولو انت حابه تعملي كميه وتفرزيها اعملي، انا بس حبيت ان انا جبت لكم حاجات بسيطه وبافكار بسيطه جدا، علشان اللي حابب يفرز قبل رمضان وهنلحق طبعا. زي ما قلت لكم، انا ما بحبش افرز قبلها بشهر او حاجه، ده يدوب وقت تفريز الحاجات. احنا في اول 4 ورمضان ان شاء الله هيبقى هو في حاجه و20، انا ما على ما اتذكر يعني، ما اعرفش قوي، بس بنلحق طبعا، بنفرز يدوب لما نفرز دلوقتي. وقبل رمضان بتنظفي شقتك او بتنظفي مكانك وحاجتك علشان تبقى رايقه قبل رمضان بحاجات بسيطه. تمام، انا هنا كده عملت الفلفل وعملته بستريتش، وممكن لو مش عندك استريتش خلاص اعمليه بكيس بلاستيك عادي، حطيه في كيس بلاستيك عادي. تمام، انا هنا بقى معايا الخضره ومعايا الحاجات بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين. يلا بينا بقى هنروح على التلاجة علشان نرص التلاجة بتاعتنا. انا بقى هنا معايا الفيديو او المقطع ده من الفيديو اللي فات، بس علشان كان طويل فانا قصيته للفيديو ده. تمام، انا بقى هنا معايا حلاوه ومعايا جبنه وزبادي ولانشون والجبن والحاجات اللي انت بترصيها واللي انت بتجيبيها بتستعمليها، والزيتون لما بجيبه في اكياس بحطه في علبه زي دي. وهنا الفريزر ده بحط فيه العيش، ده العيش اللي انا قطعته معاكم في الروتين، برضو عملت روتين معاكم ووريتكم انا بقطع العيش ازاي وكده انا برصه. وهنا زبده برضو وقشطه، وطبعا القشطه بتبقى متبقيه عندي من وش اللبن، بحطها كده في علب وبسيبها. والجلاش، وهنا ده الزبده بقى والحاجات من دي بقى الحاجات التانية، والسوسيس انا بفتكر في اسمه السوسيس. وهنا برضو في باب الفريزر بحط الطماطم، الصلصة بحطها كده. وهنا برضو ملوخية كنت مفرزة للأسف كيس واحد، وحمام برضو من تفريزات رمضان، حمام بيبقى حلو جدا في رمضان. والطماطم انا ما بحطهاش مباشرة، انا بحطها في صينية زي ما انتم شايفين وبسيبها لما تجمد، وبعد كده ارصها على بعض. وهنا زبدة نيوزلندي انا بستعملها للبيدوفور والحاجات من دي. وطبعا خلاص خلصنا كده التفريز في الفريزر، برص برضو هنا الحاجة زي ما انتم شايفين. هنا بقى صلصة البيتزا وصلصة وصوص الفلفل الأحمر، وبقى المربات والحاجات من دي، ولو عندك رايب اللي انتي بتشتريه واللي انتي بتجيبيه وبتحتاجيه ده اللي بتحطيه. تمام، وهنا برضو معايا ورق عنب انا شارياه في علب كده جميل جدا. هنا بقى هنفرز الخضرة بتاعتنا اللي احنا فرزناها مع بعض وغسلناها. حاولي ان انت تنظمي مكانك وتنظمي تلاجتك علشان تبقى معاكي رايقة وفاضية، تبقى واخدة مكان كده كويس. انا هنا العيش بتاعي لقيت الباب ما بيسدش فنزلته تحت، وطبعا هبدأ ان انا ارص واكمل الرص. برضو حاجة مش مظبوطة بغير مكانها. وهنا الفلفل اللي احنا قطعناه مع بعض بحطه هنا وبرصه كده، وده البرتقان وده قشر البرتقان بتاعنا. تمام، يبقى كده خلاص انا خلصت كل التفريزات. ويلا بينا نرجع تاني، بجيبها كده فرد بتبقى جميلة جدا وطعمها حلو ودلعة. انا ما بحبش الجبنة اللي بتبقى حادقة قوي غير الجبنة القديمة، طبعا الجبنة القديمة بتبقى تحفة، البيضة القديمة. انا هنا بجيب الجبنة وبقطعها كده انصاص صغيرة كده بحيث اللي ياخد واحدة
تبقى على قد مثلا الاكله، ما تكونش قطعه كبيره وما تكملهاش وتبوظ منك لا قدر الله وتتعذر منك. دي علبه بلاستيك كانت بايظه معايا مخرومه من تحت، فحطيت فيها كيس وقلت استغلها، خساره ان احنا نرمي اي حاجه، بنعبيها بنحط فيها كيس وخلاص كده، وبنحطها بقى في التلاجة، وكده التلاجة بتاعتنا خلصت، ورست التلاجة بتاعنا الجميل بتاعتنا الجميلة خلصت، والفريزر برضو خلاص كده زي ما انتم شايفين، والتلاجة برضو مليته بالحمام والحاجات من دي، تفريزات رمضان الحمد لله. يلا بقى نعمل لبن، نغلي اللبن. هفضي بقى معاكم اللبن، لازم بتفضيه في مصفى علشان لو في اي شوايب المصفى بتشيله طبعا في كده، تمام. حطه بقى على النار واسيبه بقى لما يغلي واطفي عليه، تمام. يلا بينا برضو، انا كان عندي اوردر تورته، فقلت اعمل معاكم برضو تورته كده في الروتين. بحط 3 بيضات وربع كوبايه ميه، وبحط الربع كيلو الاسبونج بني شوكولاته، وبحط بقى اضربه لمدة 10 دقايق، بقلبه الاول كده علشان مش يبهدل الدنيا. خلاص كده بعد ما خلطته حطيته بقى يشتغل براحته بقى كده. بحط برضو معلقة صغيرة كده من المحسن الجل، اسيبه بقى براحته 10 دقايق ينضرب، وبعد ال10 دقايق بعبيه بقى في حلة زي ما انتم شايفين حلة. انا مش عندي العلبة بتاعت التورتة او الطاجن التورتة، الحلة بتاعت التورتة يعني، فقلت انا عندي حلة استانلس حطيته، وده مقاس 20. ودهنت الجوانب بالزبدة وحطيت في قاع من تحت زبدة، هدخله بقى الفرن على درجة حرارة 180، بيقعد معايا ساعة الا تلت او ساعة الا ربع، وهنرجع نشوفه مع بعض. طبعا احنا مشغلين الفرن اول ما بدأنا ان احنا نعجن في الكيك او التورته بتاعتنا. خلاص كده بعد ما طلع اخد ساعه الا تلت، وطلعته واختبرته بالستكس، لقيته خلاص كده الكيكه بتاعتنا بقت استوت. وطفيت عليه النار ووربت باب الفرن وسبته 10 دقايق، وبعد كده طلعت. هسيبها بقى علشان هعملها تاني يوم، تمام. ويلا بينا نسيح زبده مع بعض. انا قلت لكم روتين جامد النهارده، وكل شغل وحيويه ونشاط، تمام. بس دي اخر حاجة خلاص يعني، اسفة ان انا طولت عليكم مرة تانية، بس انا بشجعكم، انا حبيت ان انا اعمل الفيديوهات والروتينات معاكم علشان نشجع بعض كده في ايام الحظر بتاعتنا دي، نشجع بعض ونقوم بقى نفرز او ننظف اي حاجة عندنا، ونعمل خزين لرمضان ونملى البيت بتاعنا بالخير والامان. خلاص كده انا بحط الزبدة الصفراء مع الزبدة البيضاء، الاتنين مع بعض عادي بيديني طعم وريحة جنين. انا بحب الزبدة الصفراء جدا، زي ما انتم شايفين انا النار كانت هادية عليها جدا، بسيبها بقى براحتها لما تسيح. وهنا اخدت قطعتين صغيرين من الزبدة وهقطعهم بالشكل ده، وبعينهم بقطعهم قطع صغيرة كده على قد مثلا طبخة، او حابة تعملي رز كبسة، تعملي برياني، اي طبخة وحابة تحطي زبدة بتاخدي القطعة، حابة مثلا تفقشي بيض اي حاجة بتاخدي القطعة وبتسيحيها وخلاص على كده، بتقطعيها وتحطيها في اكياس، تمام. وبعمل برضو الزبدة البيضة كده، ولو في اي فتافيت برضو بتلميها بايديكي وخلاص، وبتحطيها برضو مش بترميها يعني، وهتشوفوها برضو في الزبدة البيضة معايا، شايفين اي فتافيت كده بلمها بايدي وبعملها بصبحها كده زي ما انتم شايفين بحطها، ما ترميش، دي زبدة بلدي طبعا فلاحي، خسارة ان هي يترمي منها اي حاجة. وهنا برضو شايفين الزبدة البيضة معايا كلها اتفتفتت، بمسك كده الحتة كده بايديا وبصبحها، وبتمسك على طول بتلم على طول ما تقلقيش يعني، وبحطها برضو في اكياس بالشكل ده. خلصت كل الكمية اللي معايا، طبعا بفردها كده عن بعض. ويلا بينا نروح نشوف الزبدة بتاعتنا. الزبدة بتاعتنا لسه بدأت ان هي تسيح اهي.
بسيبها برضو لما تسيح خالص، ونفضل برضو نبص عليها ونسيب النار هادية جدا عليها. شايفين هنا بقى معايا الزبدة بدأت ان هي تغلي خلاص كده، هنفضل بقى نقلب فيها علشان تتحول المرطة تنزل لتحت والسمنة تطلع في القاع من فوق. وهنا خلاص كده بعد ما غليت خلاص كده بقى بدأ المرطة ان هي تنزل تحت والسمنة تطلع من فوق كده. في المرحلة دي بقى احط 3 معالق صغيرين كده من الملح، اي ملح عندك، ملح خشن، ملح ناعم، اي ملح عندك. في المرحلة دي بعد ما حطيت الملح دايما هتفضلي تقلبي فيها، هتقلبي فيها وتسيبي برضو النار هادية عليها جدا، علشان عايزة تاكلي سمنة بلدي تكون حلوة وطعمها وريحتها حلوة لازم تفضلي تقلبي. خلاص كده بعد المرطة معايا ما رقدت ووصلت للون الذهبي ده وكل حاجة نزلت، المرطة كلها نزلت من على الوش، خلاص كده انا في المرحلة دي بطفي عليها، ولو في اي حاجة بعد ما تبرد من فوق من على الوش بمسك المصفى وبصفيها بيها عادي جدا. تمام، اسيبها بقى لما تبرد خالص، مش هعمل فيها اي حاجة غير لما تبرد، وبعد كده هنعبيها مع بعض. تمام، هنا بعد السمنة معايا، السمنة البلدي الجميلة دي بعد ما خلاص بردت ولو فيها كان فيها اي حاجة كده من فوق من الوش بشيلها. انا هنا معايا علبة، اي علبة انتي بتخصصيها طبعا للسمنة بتاعتك بتحطيها فيها. هشيل كده المفرش علشان لو وقع اي حاجة على المفرش السيليكون ابقى امسحه عادي وهقمه كويس. هحط بالمغرفة، هحط مغرفتين تلاتة وهزهق طبعا منه وهرميها طبعا يعني بالحلة كده. انا كده لقيت ان انا مش هخلص خالص، فقلت اعبي بقى بالحلة وان شاء الله مش هتقع حاجة، بالراحة واحدة واحدة. تمام خلاص خلصت بقى كل اللي معايا في الحلة، ودي برضو بحط بقى الحلة كده لما السمنة برضو ترقد شوية والمرطة دي تنزل لتحت شوية كده وتجمد حطها تاني، ارجع احطها تاني. وطبعا المرطة دي مش بنرميها، بنحطها في طبق ألمونيوم او اي حاجة وبتسخنيها على الفطار او على الغدا، بتبقى جميلة جدا وطعمها تحفة. ولو حابة تعملي بقى اي حاجة تاني برضو بتبقى جميلة جدا مش بتترمي. تمام، وخلاص كده يبقى كده انا خلصت كل حاجة، وهختم معاكم بقى وانا بغسل المواعين، هوريكم بقى المواعين بتاعتي قبل ما تطلعي من المطبخ بتاعك. لازم تكوني مشطبة كل حاجة والمطبخ بتاعك يبقى رايق علشان تبقى قاعدة ورايقة كده ومبسوطة ومفيش اي حاجة عكنانة عليكي، وتشربي القهوة بتاعتك او النسكافيه او الشاي بتاعك وتبقي رايقة وما تفكريش في المطبخ وتقولي لا انا هدخل تاني بقى وهوضب وهظبط، وبتكسلي وبنكسل وما بنعملش اي حاجة. بنرجع تاني نحتاس تاني يوم والمطبخ بيضرب يقلب. تمام خلاص كده يبقى كده انا خلصت يومي، واشوفكم في فيديو جديد وفي روتين جديد وفي نشاط، يوم نشاط جديد ان شاء الله، وهنخزن مع بعض حاجات كتير لسه. انتظروني واستنوني، واقول لكم لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.